لازم يكون يعني هذا من from the inside نقولها يعني الموضوع هذا. ساتوقف هذه الاتصالات لأنه في الحقيقة المجرمين من العسكر والمخابرات الذي كانوا متورطين في الأعمال الإجرامية وكذا، هؤلاء لم يزالوا يعني ماسكين السلطة الحاكمة الفعلية في البلد، استغلوا هذه الظروف وأصبحوا وسوقوا أنفسهم على أساس هم يعني خبراء في محاربة ما يسمى بالإرهاب إلى آخره. خبصت توقف كل المشروع يعني، ولم يتم أي اتصال بعدها إلا بعض يعني أمور كذا، إلى أنه في 2005 اتصل من جديد نفس الشخص يعني، وهو كان ممثل شخصية الرئيس قد أعلن ذلك في الصحف آنذاك بأنه مع اتصال بفلان إلى آخره، وطلب مني يعني العودة إلى البلد من أجل المساهمة في مشروع المصالحة الذي لعله جاء وقته يعني. فاحنا قبلنا بعد مشاورة الإخوة، بعض الإخوة وكذا اللي الآن يعني نشاور معهم وكذا، فقلنا معليش يعني المهم، وهذا الذي تم من خلال الإعلام حول بيانات هذه، احنا قلنا المهم أننا نمشي في إطار إذا كان تم فعلا إعفائنا من كل هذه الاتهامات الباطلة التي كانت يعني مسيسة من قبل العداء المسيسة اللي هم مستولين عليها، واسترجاع جميع حقوقنا المدنية والسياسية، ونحن نتعهد بالمساهمة في المصالحة الوطنية الحقيقية وكذا، ونعمل على بلورة النصوص الجديدة وكذا مع بعض يعني. وكنا نريد أننا نتحكم في الخبر، وهذا اللي كان في اتفاق دقيق، وكان كانوا يعني على أساس أننا نتحكم في الخبر، فأعلن هذه البيانات اللي كانت ظهرت وكذا. فيعني بعد ما تبان الأمر وخرج في العالم، طبعا الجنرال توفيق يعني قبل يومين قبل ما أعود إلى البلد بعد ما اشتريت التداشي، لأن الإخوة كانوا دبروا لي التداشي جزاكم الله خير وكذا، دار الفيس وكذا، وهذا يبين أنه كان جيد شيئا ما. الحمد لله كشفت يعني كشفت عن امره يعني حقيقه السلطه ليس بيد السلطه السياسيه وانما بيد العسكر، فهو رفض العوده بتلك الطريقه. فاذا ومن بعدها بعد ما ظهروا في 2008 جاء طلب رسمي لما ظهرت النصوص على ميثاق القانون المصالحة وفي إطار يعني القانون، طلبت رسميا أنني أستفيد يعني من هذا في إطار القانون وكذا، القانون اللي هم داروه يعني، وتحديثهم بأن ما في شيء يمنعني في القانون زي ما هو أنني أمنع من حقوق السياسي والمدني، أنا لم أقوم بأي عمل إجرامي ولم أدعو إلى الإجرام، حق الدفاع عن النفس هذا حق شرعي ودولي، ولم استغل الاسلام لمآرب سياسيه، انا كمسلم اتبنى الاسلام كمنهاج حياه وكمهمه في الحياه، اعمل من اجل صالح بلادي يعني. المهم فطلبت الى حد الان ما قدروا يجاوبوا يعني، فاتحداهم انهم يعطوني الجواب الرسمي. ولكن توفيق الى يومنا هذا ضد العوده الى البلد بهذا الأسلوب يعني. أنا مصر أن أعود، أنني مستقل من هنا من النظام، هنا المعارضة أعلم من أجل صالح بلادي يعني. فهذا بالنسبة لهذه النقطة يعني، ونكتفي بهذا. ويعني هذا يبين بأن الرئيس فعلا يعني ما كان عنده حتى السلطة، عنده حدود. ما الذي حققه قانون السلم والمصالحة وما الذي لم يحققه؟ قانون يعني في الحقيقة مهما قيل عن قانون المصالحة يعني وكونه بالفعل يرمي إلى تقنين لا عقاب، هذا اللي ممكن واحد يقول بالنسبة لمجرم الحرب يعني خاصة يعني العسكر والمخابرات،
إلا أننا نرحب، يعني لازم نحن نقول سواء رحبنا نحن في السابق، يعني إلغاء الأحكام الجائرة وغير الشرعية التي كانت قد صدرت في حق الآلاف من أبناء شعبنا وأبناء شعبنا، يعني الذين قاموا ضد الانقلاب يعني إحداشهم. نحن نعتقد بأن المصالحة خيار استراتيجي، فأمام تجاهل المجتمع الدولي يعني الأساس الوطني التي طالت شعبنا، وأمام يعني خطر تشتت يعني وحدة الشعب يعني وإتلاف ثرواته ومصالحه، يعني فمن الواجب الشرعي والأخلاقي والحضاري على كل المخلصين لهذا الشعب الحقيقة أنهم يعملون يعني يسعون سعد الجاد والفوري من أجل وضع حد لدوامة المواجهة والاستقطاب هذا الحال الذي أطال المجتمع الدائم. يعني إذن إحنا نعتبر صراحة المصالحة الوطنية خيار بدون بديل من الأمور التي تجاهلها القانون تحهم هذا، يعني الحقيقة فيه هنالك الملفات المتعلقة بمخلفات الأجنة، مخلفات المأساة الوطنية، وهذا الذي يعني يدعونا إلى السعي الجاد من أجل مواصلة الجهود من أجل تحقيق مصالحة حقيقية ما لازم نستسلم. نعم إذا يعني حاول بعض المتنفذين ولا زالوا على مفاصل السلطة هذو من أن جعل المصالحة أداة أمنية ومناورة سياسية وكذا وتضيع فرصة أخرى للشعب الجزائري لأنه يرجع ترجع أموره، نقولها بالصراحة بأن دعوتنا السابقة لمصالحة حقيقية وإيماننا بإمكانية تحقيقها يعني واحد يعني تجعلنا لا نحاول حتى ذريعة لنقف ضد المصالحة، بل نحاول نحاول نعمل من أجل تحقيق مصالحة حقيقية وتحضير المناخ، وهذا اللي نحكي عليه من قبل يعني ولا بد من إيجاد المناخ ونحن بتغيير الأوضاع هذه حتى نقوم بهذه العملية المصالحة الحقيقية. والله أعلم. ما هي الطريقة الأنجع للتغيير في الجزائر لو خيرتم بين ثلاث، الانتخاب، الانقلاب أو الانتفاضة الشعبية؟ أنا أعتقد بأنه انطلاقا من الواقع، نحن نكون واقعيين، أرى بأن النقطة الأولى التي بدونها لا يمكن إحداث أي تغيير وهو أن العمل على أن تكون فيه يعني هذا التقارب بين الخطين الحضاري الاستقلالي هذا والخط يعني التغييري، وأن يعيد الثقة فيما بينهم. نحن كلنا جزائريين وكلنا نريد هدف واحد، مصلحة بلدنا، وندرس مع بعض كيف نحل هذه، نتفق على ميثاق الشرف للممارسة، والشعب هو اللي يختار فيما بيننا، وكذلك نظرا لطبيعة النظام القائم في البلد لا يمكن إحداث أي تغيير على أرض الواقع دون إشراك الوزراء من المؤسسة العسكرية. إذا هذا أمر مهم جدا يعني في الحل، يعني يكون بالنسبة لازم يكون فيه الأخذ يعني اعتبار هذا الأمر، وهذا يكون في دعوة للنزهاء أنهم يتحملوا مسؤوليتهم للعودة إلى المسار الديمقراطي والمسار الانتخابي. التغيير في الجزائر أصبح مطلبا جماعيا، فهل آن الأوان أن يترجم هذا المطلب في مبادرة تحظى بحجم هذا الإجماع وتترجم إلى أفعال على أرض الواقع؟ أنا معك أخي، أنا الأوان لترجمة الأقوال إلى أفعال، فهمت يعني إصرارك على السؤال هذا، ولكن يعني يصعب.
أظن بأنه يعني واضح في هذا الموضوع شيء أمرين أساسيين نفهمهم يعني آن الأول للتقارب آن الأول للتقارب بين هاتين الخطين إذا كان لا يلتقيان يعني وهكذا لقطع الطريق لأمام النظام الحاكم للشويش بيننا ولهذه الخطاب هذا الحاد لابد من إيجاد يعني طريقة كيف يعني نجم يكون فيه تقارب بين هذا الخطين التغريبي هذا الذي يرى خلاص الجزائر في تبعية للغرب وفي سعي العمل والخط الحضاري الاستقلالي الذي يرى بإمكانية قيام دولة مستقلة جزائرية ديمقراطية اجتماعية ذاتية لا تقوم على مبادئ الإسلام لابد من إيجاد حل والشعب هو اللي يختار يعني.